السلام عليكم أحبائي، اليوم سوف نمر إلى درس جديد من دروس الاقتداء تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، الطائف، الإسراء والمعراج. النص الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف المستور وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال أيضا سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. عن قيس بن عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند فضائل عمار بن ياسر، والنسائي في سننه، كتاب السهو. الشرح اللغوي: اعتكف من الاعتكاف، وهو الإقامة في المسجد بنية العبادة، المستورة أي الستار موجود على قبة صلى الله عليه وسلم، يناجي ربه، يسار الله بما في قلبه تقربا إليه. الطائف مدينة توجد جنوب شرق مكة المكرمة، تجهمني يستقبلني بغلظة وجفاء، أسرى سار ليلا. مضامين النصوص: تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته خصوصا وأمته عموما ضرورة مناجاة الله سبحانه وتعالى. اتجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مناجاة ربه بعدما أداه أهل الطائف، وإكرام الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء. تخفيف صلوات عن المسلمين ليلة المعراج بعد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه. مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه بعد إعراض أهل الطائف عن دعوته. أولا، مفهوم المناجاة وآدابها. المناجاة هو أن يلجأ المؤمن في جميع أحواله إلى الله يشكو عليه شكواه وينادي ربه بكلام السر متقربا إليه من أجل التخفيف عنه وقضاء حاجاته. من آدابها البدء بالثناء على الله عز وجل، ذكر محامده وصفاته العلى، شكره على نعمه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإفصاح عن الشكوى ومواطن الضر أو طلب الحاجة، الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسباب توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف: كان وراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عدة أسباب، منها وفاة عمه أبي طالب، وفاة خديجة رضي الله عنها، تسلط وجبروت قريش، وتضاعف الهموم والأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب النصر والتأييد، والبحث عن مكان جديد لانطلاق الدعوة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. فبعدما أعرض أهل الطائف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته ولاقى ما لاقاه من قومه من الصد والإداية، رجع إلى مكة صابرا محتسبا يناجي ربه ويطلب منه العون والتأييد. المناجاة في معجزة الإسراء والمعراج والحكمة منها: الإسراء هو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة على ظهر البراق إلى المسجد الأقصى في رحلة أرضية وانتقال عجيب خارج عن مقدور البشر ثم بقدرة الله. المعراج صعود النبي وارتقاؤه من الأرض إلى السماء حيث بلغ سدرة المنتهى. وفي المعراج ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى ليخفف عن أمته عدد الصلوات المفروضة
فخففها إلى 50 بدل 50 فأصبحت 50 في العمل وبقيت 50 في الميزان. الحكمة من معجزتي الإسراء والمعراج. كرم الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج بعد عام الحزن وما لقيه من أذى في الطائفة. الإسراء والمعراج امتحان نفوس المسلمين الذين يعدهم الله للهجرة، وهي أيضا فرصة لالتقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء والرسل الذين عانوا في سبيل الدعوة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه المرسلين دليل على أن أصل الدين واحد وهو التوحيد. من خلال الإسراء والمعراج أظهر الله فيهما مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والرسل. بيان فضل وأهمية الصلاة من الدين باعتبار أنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. وفي الأخير التأييد الرباني في هذا الحدثين العظيمين. نهاية الحصة، لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء.